عملته مع الحاج عفاف في حلقة يوم الأربعاء اللي فات. يعني أنا سعيدة بسرعة استجابتكم وبشكركم على سرعة استجابتكم. الحاج عفاف عشان نفتكرها سوا، هي ست أصيبت بكف البصر نتيجة لخطأ طبي. ست باعت كل اللي وراها واللي قدامها علشان تأكل ولادها وتعالج نفسها. ست كافحت من صغرها، ست من يوم ما جوزها مات من 19 سنة وهي وكان سايب لها ولادها لحمة حمراء، بدأت ان هي يعني تشتغل ليل ونهار عشان تكبر ولادها، وفعلا كبرتهم وعلمتهم. دخلت ولد كلية التربية ودخلت ابنها التاني كلية الهندسة. يعني احنا طبعا ابنها يعني ربنا يعني خده او توفاه، خده برحمته طبعا، ابنها اللي هو في كلية الاداب، لكن ابنها اللي في كلية الهندسة اللي بيشتغل ليل ونهار علشان يساعد مامته في المعيشة. ربنا استجاب لدعائها، ربنا استجاب لها، وفي اهل الخير اتبرعوا لها بالبوتاجاز اللي هي كانت نفسها فيه علشان كان عندها حساسية صدرها هي اللي كانت تعباها اكتر من عينيها، وحرقة قلبها على ولادها هي اللي كانت تعباها. فانا بشكر جدا جدا كل اهل الخير والمشاهدين اللي كانوا بيشوفونا على سرعة الاستجابة. النهاردة معانا حالة ممكن نقول انها زي الافلام، حالة عمرنا ما نتخيل ابدا انها بتحصل في الواقع، حالة للأسف هي واقعية، للأسف حصلت بالفعل، للأسف حصلت للي معانا ولناس كتيرة قوي يمكن ما عرفوش يظهروا على الشاشات عشان يعلنوا مشكلتهم، بس الحالة دي فعلا حقيقية، مش أسطورة ولا فيلم تلفزيوني ولا فيلم بيتعرض في السينما ولا مسلسل تلفزيوني. الحالة دي هي حالة مدام فايزة. مدام فايزة خسرت كل حاجة، مدام فايزة خسرت بنتها، مدام فايزة خسرت صحتها. فاحنا هنيجي نرجع تاني للحاج عفاف ونشوف هي كانت طالبة ايه، ونشكر تاني اعزائي المشاهدين. ساعات بتفوت والعمر في دقايق اكيد فرق. الصلاح ياخدني يومين ده يومين، معيش الا على الاطرم و63، وعلاج لازم علبه اليد الغاليين علي، غير علاج القلب والضغط الحساس ده ب 400 علاج. اقسم لكم ان ما جبت العلاج الشهري، انا بجيب علاج شهري، مش شعري يكفيني، لان ما بضمنش، مش عارفه اجيبه بعد اسبوع بعد التالي، ما بضمنش، بجيب علاج شهري. انت جات لك الحساسيه من ايه يا حاجه؟ من البابور، بابور الجاز. البت اللي بتطبخ علي دلوقتي من ساعه ما لعبت، البت اللي بتقعد قبل. انت ما عندكيش بوتاجاز؟ لا، نفسي بوتاجاز واللبن لو ادي، بوتاجاز مستعد. لو مستعد اللي بيلجوك واشتريها معاك، بوتاجاز مقبول. نفسي بتجهز لقل البابور الجهاز، التلاتة ريت لجهاز بعشر والنوع والدمور، وبالوقت بنتدفع عليها وبطبخ عليها على بجر بتجهز عمل لي حساسية الدخل. تنقص حياة عايشة في حضن الموت أو شخص محتاج لك، دي ساعة الخير. يلا أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا طلبات الحاج عفاف. الحاج عفاف كانت كل أمنية حياتها بوتاجاز ولو حتى قديم. أهل الخير ساعدونا وادوها البوتاجاز جديد، واستلمته يوم الأربعاء اللي فات بعد الحلقة على طول. إحنا كلنا أسرة برنامج ساعة الخير وجمعية صلة وأسرة قناة الصحة والجمال بتشكر أهل الخير على سرعة استجابتهم. أعزائي المشاهدين، نرجع تاني للحالة اللي كانت معانا. معانا مدام فايزه. ازيك يا مدام فايزه؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ انا عارفه ان صحتك تعبانه. الحمد لله. ومعانا جوز مدام فايزه الاستاذ محمد عاشور. ازيك يا استاذ محمد؟ منورنا في الاستوديو. الله يخليك يا فندم. حاجه فايزه، انا هقول لك يا حاجه علشان انت يعني ان شاء الله ربنا تنويها باذن الله. انت حكيتي لي قصه، انا عايزاكي تحكيها للمشاهدين عشان يتاكدوا ان القصه دي حقيقيه وفعلا حصلت على الواقع، مش لا فيلم ولا مسلسل ولا اي حاجه.
احكي لنا كده حكايتك وقولي انت عايزه ايه. انا حكايتي انا كنت حامل في الشهر الثامن ومتابعه مع دكتوره طلبت مني اشعه ثلاثيه الابعاد ورحت اعملها في قطر عيني. راحوا مدخليني كشف عليا 4 دكاتره فيهم واحد مش مصري ومعاهم دكتوره نهال عماله تشرح عليا. قعدت اعيط قلت لها يا دكتوره انا مش جايه كشف او ولاده انا جايه اعمل اشعه. خبطتني على دماغي قالت لي اقعدي ساكته مش هتفهمينا شغلانه. وقعدت تشرح عليا 4 دكاتره وفيهم واحد مش مصري قاعد هو ده يشيل ايده ده يحط ايده. قعدت اعيط جامد قلت لها مش قادره وتعبت. بعد كده قالت لي انت مين معاكي؟ قلت لها جودي. طلعتوا بره مدام فايده هتبقي دلوقتي واحد ما هيتفاجئ. كنت في الشهر الكام؟ في الثامن. في الثامن ما كانش ميعاد ولاده يعني؟ ما كانش ميعاد ولاده. تمام. طبعا طلعتوا راح قال لها يعني مش جايين ولاده احنا جايين نعمل اشاعه. قالت له ده راح ما هيتفاجئ وهتموت ولازم تبقي دلوقتي وجات حضانه. بالفعل جودي جات حضانه وبعد كده خدت عشان اول قعدوني 9 ايام ويوم ويوم العاشر دخلوني ولاده. ودخلوني ولاده وجدوني وبعد كده قولي بنتي في الحضانه. جمعت الساعه 11 وبنتي كانت في الحضانه. الدكتور قال الدكاتره قايلين لي جودي الساعه 6 بنتي في الحضانه وشايف حبر كامل في كفه ايدين بنتي. الساعه 9 الدكتور قال لي بنتك في الحضانه. الساعه 10 ونص قايلين لي ابني بنتي في الحضانه. الساعه 11 واحده بتيجي بتعمل دعايه شركه شامبو كاديد وحاجات الاطفال خدت اتني من الدكتوره قالت اسمها فريده احمد جايبه بنتي ده القمر في الحضانه. يعني كل الناس قالت ان بنتي في الحضانه. تمام. طبعا الساعه 11 ممرضه قالت لي خوجي انا ما عملتش حمام ما عملتش ايه حياتي انت عملتي من غير ما تاخدي بالك وخوجي. اتصلت بجوزي انت فين اجي انا جاي في الطريق تودا قوي امشي وقالت لي بنتي ماتت في نفس يوم الولاده. في نفس يوم كان الولادة. يوم كام؟ كان يوم 25/8. 25/8 اه. راحت قالت لي وهو خوجي ما عملتش عملتي انت عملتي من غير ما تاخدي بالك وخوجي. كان يوم تجوزي اجي انا جاي تود بنتي وقالت لي بنتي ماتت. طبعا كان جبت جودي انا جاي في الطريق جاي تيم البنت بيغسلوها مفيش حبر. اقوم البنت انا بستلمها مفيش وهم بيغسلوها اه اقوم البنت ما فيهاش حبر حاجه واحنا غسلناها عشان ما عملهاش تسمم. طبعا جودي خد البنت واحنا دفناها وانا روحت البيت يوم 23 و27 كنت منفوخه مش قادره اخد نفس. روحت مستشفى امويه دي بتخش استكشاف امويه اشعاعات. طبعا عملت ساعتها 5 عمليات لحد دلوقتي. 5 عمليات؟ 5 عمليات في قصر عيني وبعد كده طلعت عملت 3 تاني بره. 8 عمليات عشان رايحه اعمل اشعه في قصر عيني. خدوا مني بنتي ياخدوا عمر كله ويرجعوا بنتي انا بحلم بيها. انا بعت جوايا وقدامي بجيب علاج والله العظيم بعت قفش بيتي واتقفت فوت من طبق ما عارفه ارجع بنتي ما عارفه ارجع صحتي. طب انت طب اهدي بس ان شاء الله خير ان شاء الله خير. يعني انت خدتي البنت غسلتوها بنتي بدفنها عاتت يا بنتي. وبعد ما عملت 5 عمليات كنت بمشي بكرسي معجل خدني جودي وقالت عايز اشوف الدكتور انا عملت لك الولاده انت اتقويت وانت ما مش قادره تمشي. رحت للدكتور انقرت قالت انا ما شفتكيش. الدكتوره اللي عملت اللي ولدتك بعد كده خدت عملت 5 عمليات وطلعت رجعنا نشوف الدكتور قالت انا ما شفتكيش. جودي طلع عمل محضة ورجع تاني. رجع فتحنا ملفات اكتشفت ان بنتي عايشه. بنتي في دفتر وفيات ما لقيتش ليا بنتي متوفيه. يعني اللي سلموها لك ميته لكن بنتك كانت عايشه. بنتي عايشه لحد دلوقتي عايشه. الموظف اللي يطلع دور على بنتك فوق. مراتك ما لهاش بنتي توفت عندنا. طب حضرتك انا وكيل النيابه بعتنا اجيب اسم الدكتوره لان كان اسمها الدكتوره شيماء فقال لي تروح تجيب اسمها. انا رحت اجيب اسم الدكتوره وصلت ان بنتي يعني الموظف اللي يطلع دور على بنتك فوق مراتك ملهاش بنتي توفت عندنا. طب حضرتك امال مين اللي انت خدتها وغسلتها؟ الله اعلم بقى يا فندم. هم ادونا بنتي متوفيه. انا حتى كان الموضوع شك يعني الموضوع كان الاول شك
ان الراجل قال لي لازم تتغسل وتتكفن. قلت له ماشي، دي اتحجزت يوم 25 وولدت، دخلت الساعه 1 وولدت الساعه 6، والساعه 6 قالوا لي مبروك البنت في الحضانه. الحضانه انكرت ان لينا بنت اصلا، تنكر ليه الحضانه ان لينا بنت دخلت الحضانه؟ يعني قالوا لي الساعه 6 البنت في الحضانه، والدكتور قال لا الساعه 9 البنت في الحضانه، وابني لما راح الساعه 10 طلع الدكتور فوق قالوا له البنت في الحضانه. وفي واحده واخده اسم مراتي بعد الساعة 10 ونص كده أو 11، واخدة اسم مراتي اسمي كده، قالت لها فايزة أحمد. طب دي معاها البيبي بتاعها، ودي فين البيبي بتاعها؟ الممرضين والدكاترة اللي كانوا موجودين معاها قالوا لها دي جايبة بنت زي القمر في الحضانة، الحضانة تنكر ليه؟ طبعا رحت أستلم البنت، الراجل قال لي لازم تتغسل وتتكفن. أنا بنتي ليها بصمة رجلي شايفها الصبح الساعة 6، المفروض إن أنا أستلم جثة زي ما قالوا توفت بحبر في رجليها، ما يطلعش كده يا فندم. قالوا لي لا ده هم غسلوه عشان ده كشك الولاده طبعا. قالوا لي لا ده غسلوه عشان ما عملهاش تسمم، يعني بنتي عايشه. امال قالوا بنتي ماتت ليه؟ انا وكيل النيابه اللي بعتنا جيب اسم الدكتوره اعطر ان بنتي عايشه. طب رجعوا لي بنتي. انت عرفت منين بقى ان بنتك عايشه؟ من الدفاتر. من الدفاتر يا فندم، مش مكتوب. مدام فايز احمد دي ما لهاش بنتي، توفت في دفتر الوفيات. طب انت خرجتي حالتك كانت عامله ازاي؟ يعني انا بطني مفتوحه. بطنك في صور عند حضرتك؟ اه بطنها مفتوحه يا فندم، الحاجه اللي جوه باينه. احنا معانا صور. انا جاني انفجار في بطني، مطحيني طلعت قدامي. احنا ثاني يوم الولاده 27/8 دخلنا استكشاف. الاستكشاف ده اتعمل 5 مرات. بس الاول ماشي يا فندم. اعزائي المشاهدين احنا معانا الصور دلوقتي. دي صورتك بعد العمليه على طول. دي في مستشفى هام. ده حاجه ثانيه يا فندم. في صور اللي هي طالعه من ايوه يا فندم، دي كده طالعه من الاستقبال الجديد. لان الاستقبال الجديد بيرمي الموضوع على الاستقبال القديم، في استقبال قديم وفي استقبال جديد. طالعه كده من المستشفى. فتح ده اتنين، واحد فوق واحد تحت، نفس ده تحت. الاستقبال الجديد بيقول لك دي حصل في الاستقبال القديم 5، دي في الاستقبال الجديد. وفي دكاتره ما ظهرتش في التحقيق، دكاتره الدكتور كورولوس ده طرد مراتي من المستشفى وهي كده. وهي كده يا فندم بطنها مفتوحه. انا في دكتور انهار، دكتور جراحه التجميل في القصر العيني انهار، قال لي ازاي تطلعها كده؟ انا اللي طلعتها. اللي طلع دي يا فندم الدكاتره اللي موجودين. ده القولون بقى الشمال شد. ده القولون. مش قد القولون الشمال. من النقطه دي انا رحت يا فندم. طب احنا بس حاضر. طب بعد طردوكي من المستشفى وانت بالحاله دي. طب قولي لنا بعدين. بعد كده طب انت كأم حاسه من جواك ان بنتك عايشه ولا ميته؟ بحلم بيها والله العظيم، بحلم بيها. بتحلمي بيها؟ بحلم ان انا بوضحها، وبحلم بيها ان انا في عيال بتلعب وهي تيجي تمسك فيا، بحلم بيها ان انا نايمه في حضني. والله العظيم يا بنتي ما بنام، والله العظيم ما بنام، بحلم بيها. نار في قلبي، اي ام تحس بالنار اللي انا فيها. يا ما بنتي عارفه لو ماتت وقاعده فانتها خاطر هتتبقى عند ربنا. ما بنتي عايشه، يا ترى هي مع حد كويس؟ يا ترى معوها مع اعضائها مع حد بيشحن بيه؟ اطمن اجيب بنتي، ياخدوا عمري يجيبوا لي بنتي، واديني الصحه واديني التعليم يعني. انا وبنته هيرضى يتعب فيا كده؟ يا واحد مسؤول كبير هيرضى يتعب فيه كده؟ انا بعت جوايا قدامي، عيالي مستواهم في الديره في النادي بسبب اني ما معيش اديهم دروس. انا كنت اول باكل وبشرب وعندي اللحمه وعندي الخضار وعندي كل حاجه. دلوقتي اللي بجيبه بجيب بيه علاج وجودي ارضائي. اللي بجيبه بجيب علاج، بقعد 15 يوم وبالشهر ما بنطبخش طبخه في البيت. والله العظيم اللي بيجيبه بجيب بيه علاج ومحاليل واشعاعات وحاجات. مش قادره بعت جوايا وقدامي. حتى واحد ضحك عليا وقال لي هوديكي خمسة عيد، خلاني اخر حاجه كانت عندي البوتاجاز، بعته والله العظيم ب 500 جنيه، كنت جايباه ب 2000 ونص، كنت جايبه فرش كله جديد كله بعته، انتريهات، كمبيوتر، تلفزيون، بوتاجاز، دجاجه، كله بعته. بنت عشان اقف على حيلي واجيب بنتي، وانا عارفه اقف على حيلي وانا عارفه اجيب بنتي. ان شاء الله خير. طب يا استاذ محمد انا عارفه ان حاله مدام فايزه تعبانه دلوقتي. طب انت المهم عملت محضر؟ عملت محضر وفي وقعتين تانيين بعد المحضر اللي هي تزوير. تزوير في ايه؟ تزوير في الاوراق، بدلوا الاوراق. كان يعني يخش يكتبوا الكلام اللي هم عايزينه. بصمه الرجل اللي هي موجوده مع حضرتك ما طلعتش، هي اتغيرت. البصمه اتغيرت. دي لما عرف مدير النساء احمد محمود، لما عرف جاب حد خلى حد بصم بصمه صباع. مين اللي بصم بصمه صباع؟
في بصمه رجل بنتي. مين اللي بصم البصمه دي؟ ما كانش فيه بصمه. حتى الراجل اللي جاب لنا البصمه دي حضرتك استغرب، يعني بيقول ايه البصمه بتاع الصباع دي؟ دي جت منين؟ فتبقى حضرتك تمام. جابوا حد شال الليله. طب انت لما عرفت مراتك بقى بعد كده على الدكاتره اكتشفت ايه؟ يعني هم كده دلوقتي اول وقع منها يا فندم خالص بالاشعاعات. هم إيه؟ الدكاتره كبيره، ناس دكاتره كبار عمالقه كانوا يقولوا لها انت عايشه ازاي؟ انت ربنا طول في عمرك عشان تظهري الناس اللي بهدلوكي كده. مراتي بتبهدلي. يعني ايه اللي اتاخد؟ انت قلت لي ان في سرقه اعضاء وفي يا فندم. هي طبعا اولا القولون ده لازم احنا نبقى عارفين لو في حاجه اهل المريض بيبقى عارف او اهل اللي بتولد دي بيبقى عارف ايه اللي هيحصل. احنا ما نعرفش حاجه. لما عملنا اشعه استئصال جزء كبير من الامعاء، استئصال جزء كبير من القولون. قالوا لكم ايه السبب؟ ما قولناش. ما فيش يا فندم. هم بيقولوا الزايده، التهابات الزايده. الزايده دي في الاخر خالص. يعني خدوا القولون، هم شالوا الزايده عشان يحلفوا ان هي رجعت للزايده. ما بقوش ان عملوا عمليه. انا عملت اشعه بقى اكتشفت ان الحاجات دي متشاله. احنا نمشي وهم ياخدوا ينزلوا العمليات. معلش بس واحده واحده. انت دخلتي تولدي خرجتي بطنك مفتوحه ومفيش عندك لا قولون ولا لا يا فندم. لا لا لا، هم رجعت استكشاف تاني يوم. الاستكشاف في الاستكشاف انا عند حضرتك في تقرير لو كارت المتابعه قيصريه نزيف. ايوه التقرير معانا فعلا. استكشاف استئصال القولون الايسر، انفجار بالبطن، اغلاق، انفجار كده بقى. اقعد يقول انفجار واغلاق دي مسافه كبيره كده. خطبه حضرتك كان احنا نمشي وهم ياخدوها ينزلوها العمليات. انا كنت قاعد تحت في قصر العين لمؤاخذه، كل شويه اديني ورقه اروح اجيب علاج من بره، اجيب ادويه من بره، اجيب حاجات بيعزوها. خطبه حضرتك في العمليات احنا معانا التقارير اهي زي المشاهدين تشوفوها. وفي تقرير تاني مكتوب فيه اللي هم انت حضرتك بتقول ان هم اعترفوا فيه بالاستكشاف بالنزيف بكله، مش كده؟ دي عايزه حاجات جديده يا فندم، عايزه اشاعه تانيه برضه في مشاكل تانيه. خطيبه حضرتك في تقارير عند حضرتك ان هي هو المفروض ان هم طلعوا على امعائها ومشوها رجعت استكشاف اللي هو استئصال القولون وتدبيس جزء طوله 9 سم والرحم متضخم متقطع عايز عمليه اتشال والكبد متضخم. ده حصل من ايه ده كله؟ ناس قالوا لنا كده في القصر العين، قال لك مراتك خدوا منها جزء من القولون ده بيتشال زي دعامه زي ماسوره، هي في الاستكشاف بالمره راح واخديه. والله العظيم ناس في القصر العيني. حتى حضرتك الكبد تضخم، ده خدوا منه فص بتاع زراعه الكبد. طب ايه اللي ليه تضخم؟ ليه كل ده ما نعرفش يا فندم. دي واحده كانت حامل وراحت رايحين نعمل اشاعه، انا مش راح اولدها في القصر العيني. قالوا لي مش هنسيبها، ده هتموت وهتنفجر يا اعضاها 10 ايام. انا مراتي ما دخلتش طوارئ. مؤاخذة يا فندم، أنا مراتي ما دخلتش طوارئ، أنا مراتي قعدت 10 أيام في العام، 9 أيام، اليوم العاشر يوم صباح 25/8 الساعة 1 صباحاً دخلت العمليات من غير ما نعرف. اتصلت بيا ممرضة قالت لي الحق مراتك في العمليات. الساعة 4 كنت في القصر العيني، الساعة 6 الصبح قالوا لي مبروك يا أستاذ محمد ده بنتك في الحضانة والأم في الإفاءة، وريني بصمة رجل بنتي. يغيروا البصمة ليه؟ بيغيروا البصمة ليه حضرتك؟ طب أنت عملت إيه بقى عشان تلاقي بنتك؟ الدكتورة أنكرت العملية. طب انت انت يعني انا عايز اعرف انت بعد كده رحت طلعت بنتك من المقبره تاني؟ طبعا يا فندم، النيابه امرت بتطلع الجثه وخدوا العينات منها وخدوا مننا دم بعد اسبوع. وبعد بصي بقى الكارثه بقى حضرتك، بعد 4 شهور الطب الشرعي بيقول ايه بقى؟ بعد عده محاولات لم تظهر البصمه الوراثيه للجنين والعينات خلصت، ولو عايزين اعاده ابعتوا لنا عينات اخرى. دي نكت طبعا، دي عشان الواحد يضحك عليها هتبقى بيستخفوا يعني. انما هي المفروض الموضوع العينات ده بيكلموا النيابه، النيابه حفظت القضيه. طب النيابه حفظت القضيه ليه؟ لما الطب الشرعي بعد كام شهر ده الطب الشرعي بتزنهم. يعني حفظت قضيه البنت ولا حفظت قضيه الخطا الطبي؟ الاثنين يا فندم. يعني لم يثبت. ما الطب الشرعي بتاع رمسيس ده عملوا ايه؟ الراجل بتاع الشقه انا مساند مراتي من ساعه ما طلعت من القصر العيني وهي محنيه ماشيه متنيه كده. لما بتيجي تفرد نفسها في حاجات بتتقطع. ليه؟ لان مكتوب في التقارير القولون مشدود ما بيرتخيش. قولون من 30 40 60 سم هنا ما بيرتخيش. خدت بقى حضرتك متاخد منه جزء كبير. لما بتفرد نفسها بتقطع. فطبعا رحنا طبعا ماشيه بالمرتكنات. والله احنا لما رحنا الطب الشرعي والله العظيم واقسم بالله العظيم انا ماشي بالفولترين في جيبي بالحقنه بالسرنجه، لاني لو رحمه فعولها
انا طبعا خليت دكتور صيدلي علمني ضرب الحقن، لان الفجر الساعه 2 الساعه 3 الساعه 4 بتصوت اكن لما الله يرحمه والدها لسه متوفي بصوات ما بتمسكش نفسها. طب انت فتحت القضيه تاني؟ احنا رحنا الطب الشرعي يا فندم، انا اقول لحضرتك الطب الشرعي ده ركننا شهر ورجعنا، وبعدين ركننا شهر تاني، وبعدين رجعنا، وبعدين لما جينا دخلنا دخلت للمدير، فالدكتور زعلان دخلت للمدير او بزعق للراجل بتاع الشاي، الراجل بتاع الشاي بيمنعني طرقه طويله والباب على اليمين كده، انا داخل مسنده يا فندم. ما انا اقول لحضرتك لما دخلتها جوه، فطبعا الراجل الدكتور بيقول بيطردني بره، اطلع بره. فبقول له يا دكتور انت بتطردني؟ طب هي تم عرضها هي على الطب الشرعي؟ اه يا فندم ما كشفش حضرتك. ما انا جاي لك لو استنيت حضرتك سنه، كان عايز يعمل لي محضر. الطب الشرعي كان عايز يعمل لي محضر عشان الراجل بتاع الشاي، انا بقول له وانت واقف مخصوص عشان تطلعني بره؟ ما كان مش عايزنا اسنده ادخلها جوه. الطب الشرعي اللي هيجيب لنا حقنا ما كشف عليها عليا واجي ما فيش خطا طبي. ما كشفش بعد كده، عملت 3 عمليات بعد ما ما فيش خطا طبي. الطب الشرعي قال ما فيش خطا طبي؟ ما فيش خطا طبي مع انه ما كشفش عليا، كان هيعملوا محضر عشان مستنيني مدخلني. هي الجواب باين من عنوانه حضرتك. طلعني على التيه، جاب حطها على جاحته، مش هتشوفي اشاعات، مش هتكشف، اجي قوم يا ماما. بعيط مش قادر اقوم، واحده قومتني تبقى دكتور مش هتشوفي اشاعات، اجي يا ماما. وكتب في التقرير مفيش خطا طبي، مع اني بعد كده عملت 3 عمليات، واحده في الدين مرداش كان في كتله دمويه هنا، بالتالي عمليات اللي عملوها لي في رقبتي عيني ما طلعوش خارج. الدم كوم الكركع هنا كوم، كان عندها نزيف داخلي يا فندم، نزيف داخلي والله، عندها في التقرير كده نزيف داخلي موجود عندها حضرتك. ورحنا قعدنا مع وزير التعليم العالي، لان وزاره التعليم العالي هي المسؤوله عن القصر العيني، وبعتنا الاول جامعه عين شمس التخصصي، وبعدين استاذ احمد المدير قال لك معلش يا سياده الوزير ما معوش فلوس وموضوعكم كبير ومكلف، فخدها واطلع بيها على جامعه عين شمس الدمرداش اللي احنا برضو اتبهدلنا فيها برضو. شفطوا لها الكتله الدمويه، حطوا لها جهاز اشعه تدخليه، شفطوا لها الكتله الدمويه وما رضوش يعملوا لها حاجه في القولون. قال لك لا شوف حد بقى يفهم في القولون بره كبير كده ويشوف الموضوع القولون. بس كده معناه ان النيابه والقانون اثبتوا ان ما فيش خطا طبي. والله هم عملوا هم كشفوا بشعات يا فندم، هم بيقفلوا على الموضوع يا فندم. وكيل النيابه ثواني لو سمحتي، وكيل النيابه اللي ماسك القضيه قال لك ايه؟ قال لك روحي يا حاج عالجي نفسك، اللي حصل حصل خلاص في 60 داهيه القضيه. ده بنفس اللفظ كده الوكيل النيابه اللي ماسك القضيه. وقال لك ايه في موضوع بنتك؟ وقال لي موضوع البنت ما قالش حاجه. هو الطب الشرعي بعد كام شهر، بعد بقول لك بعد كام شهر هم ما قدروش يوصلوا، هي العينات خلصت فقالوا للنيابه ابعتوا لنا عينات اخرى. النيابه حفظت القضيه. ليه حفظت القضيه؟ انا عايز اعرف بنتي فين. الله، فتحت قضيه تاني. انت ايه حفظت قضيه من لما احنا ما رحنا للنائب العام يا فندم، رحنا لسياده النائب العام، بعتنا لرئيس نيابه مصر القديمه اللي ما رضيش يقابلني سياده رئيس نيابه مصر القديمه محمد بالعربي او تامر بالعربي. بعتنا في النيابه، انا عرفت من سكرتيره هناك حضرتك رئيس النيابه، قالت لي يا محمد نفس موضوعكم ده حصل في القصر العيني، واحده والده بنت حيه مدينها بنت متوفيه. ماشي. طب احنا برضو ما لناش دعوه بغيرنا، احنا لينا دعوه بالواقع اللي قدامنا. تمام؟ لان ده هتقول لك وده هتقول لك، احنا ما لناش دعوه باللي بيتقال، احنا لينا دعوه بالورق والمستندات. أيوة. ما كل حاجه بتحصل في القصر العيني ما عارفينها. معلش احنا دلوقتي هنرجع لك تاني يا مدام فايزه. انت دلوقتي خلاص رحتي كل اللي فيكي ده وكل التعب اللي فيكي ده، المفروض ان في دكتور فسر لك انت عندك ايه. اكيد رحت لدكتور خارجي. اه قال لك انت عندك ايه؟ شو جدي من القولون، شو جدي من الامعاء، الكدني متضخم. اتشالوا ليه؟ ما في تقرير طبي بيان. كان فيهم حاجه؟ الدكتور مش فاهمين حاجه يا فندم، مش عارفين الدكتور حاجه. الدكتور الاسبوع اللي فات اجي انا مش عارف. انا الاسبوع اللي فات كنت تعبانه بقى وبجيب دم رحت الدكتور اجي وقف العلاج وقالي بتعملي اشعه بالصبغه تاني. تمام. جه اجي انا خايف يكون الكون اتقفل من الناحيه الثانيه، اتقفل عندك اي حاجه بكره برجعها. بيقول لي انا مش عارف انت الحاجات دي كلها اتعملت فيكي، انت مال الكولون ومال الولاده، مال الولاده، مال الكبد ومال الولاده، مال الرحم ومال هما. دكتور كان بيكلم استشاري كبير قال له مدام فايزه دخلت مفرمه القصر العيني. طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده يا استاذنا. طب اتفضلي كملي وقولي ايه طلباتك. طلباتي انا احنا عشان الحلقه قربت تنتهي. نفسي حد يقف معايا من مسؤول يجيب لي بنتي. نار في قلبي والله العظيم ما بنام، والله العظيم ما بنام. نار في قلبي، انا بعت جوايا قدامي عشان ادور على بنتي واتعالج. نفسي حد يقف معايا ومحتاجه بدل عمليه 3 عمليات
وبجيب عيالكم مش عارف اشوف 500 جنيه مش قادر والله العظيم، وعيالي في مدايب وانا عارفه وجودي قد ايه، يوم بيشتغلوا 10 ما بيشتغلش، بيت كل حاجه عندي كل حاجه عندي ومش قادر، وانا عارفه اجيب بنتي وانا عارفه اقف على حاجه تاني. هو ده انا بطلبه، حد يكون رحيم، حد يكون عنده رحمه بعباده، حد يشوف حالتي يقطع عليه يقف معايا يقف معايا يتعدي اجيب بنتي. اعزائي المشاهدين، انا بضم صوتي لصوت مدام فايزه وبقول لاهل الخير، مدام فايزه كل امنيه حياتها انها تعمل العمليات اللي ترجعها تاني للحياه، وانها عايزه بنتها. بناشد المسؤولين دوروا معانا على بنت مدام فايزه، احنا مش عايزين نجين حد ولا عايزين نتهم حد، انتوا اللي هتدوروا معانا على المسؤوله عن المشكله دي. المسؤولين لازم يدوروا ولازم يبحثوا، المشكلة دي هتتكرر كتير بعد كده إذا ما كانتش اتكررت قبل كده. أرجوكم اقفوا معانا، وعايزة أهل الخير يقفوا مع مدام فايزة ويساعدوها إن هي تعمل العمليات اللي فاضلة، علشان هي بتحس بكل دقيقة بألم بيحرق قلبها عشان فراق بنتها، وبيحرق جسمها من آلام الوضع. أعزائي المشاهدين، أنا عارفة إن الحلقة النهاردة كانت صعبة، وعارفة إن أنتوا يعني تعبتوا معانا في كل الحلقات، بس كل اللي محتاجاه منكم انكم تعتبروا مدام فايزه وبنتها اللي ضاعت هي بنتكم، ومدام فايزه اختكم. عايزاكم تقفوا جنبنا، عايزاكم تساعدوها، عايزاكم تمسحوا دموعها. اعزائي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، وما تنسوش مواعيدنا يوم السبت والاربع الساعه 4 عصرا، وان البرنامج تبع جمعيه صله وارقام المشاركه هتلاقوها. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساعات بتفوت والعمر في دقايق اكيد فرق، تنقص حياه عايشه في حضن الموت او شخص محتاج لك، دي ساعات الخير. يلا وفي ايدينا نساعد الغير، تنقص حياه عايشه في حضن الموت او شخص محتاج لك، دي ساعات الخير.